مجلس يحوي الثمينة في رياض الصالحين، تملأ الروح حبورا ترث القلب اليقينا. روضة غنى فيها هدي خير المرسلين، روضة غنى فيها هدي خير المرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم في تتمة حديثه على باب المنثورات والملح، وعن ربعي بن حراش قال: انطلقت مع أبي مسعود الأنصاري إلى حذيفة بن اليمان رضي الله عنهم، فقال له أبو مسعود: حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدجال. قال: إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب، فمن أدركه منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب. فقال أبو مسعود: وأنا قد سمعته. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40، لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما، فيبعث الله تعالى عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيطلبه فيهلكه، ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، ثم يرسل الله عز وجل ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضت، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه، فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان، وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم، ثم ينفخ في الصور فلا يسمع أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله، أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل، فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يقال: يا أيها الناس هلم إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون، ثم يقال: أخرجوا بعث النار، فيقال: من كم؟ فيقال: من كل 1999، فذاك يوم يجعل الولدان شيبا، وذلك يوم يكشف عن ساق. رواه مسلم. ومعنى الليت صفحة العنق، ومعناه يضع صفحة عنقه ويرفع صفحته الأخرى. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين تحرسهما، فينزل بالسبخة فترجف المدينة 3 رجفات،
يخرج الله منها كل كافر ومنافق، رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة، رواه مسلم. وعن أم شريك رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لينفرن الناس من الدجال في الجبال، رواه مسلم. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال، رواه مسلم. وللحديث بقية، والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مجلس يحوي الثمينة في رياض الصالحين، تملأ الروح حبورا تورث القلب اليقينا، روضة غناء فيها هدي خير المرسلين، روضة غناء فيها هدي خير المرسلين.